السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابك قالي يا وايد السلام ما شاء الله تبارك الله وحقيقي رجينا إن العافية فوق كلام مقلين إلى هاي إذا حفتي ميل كستو أجوبتي ما أنت ما شاء الله تبارك الله هذا أفرح صراحة هاي وقت كذب وحقرب كي أجوبتو ولا شيء صاحي بضيضة فرحة ضيضة يعني إذا مديك ما شاء الله حبيبتي سودو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان أدو السلام يا أصحاب تقطر الدهب والرينبوس وحان لا يساد نوبو حيستين باندين كحيستني سيدا نو تبتين باندين تبني رنتي يعني أنا جي الدهب وما وحوي عن وقتي دير كبعد ما أنت عنو سهل لي وكلن كيجي لهي قدرين عنو سارقنا وعن كفر أحسن لنا عنو سارقنا ما شاء الله تبارك الله وحان كلا وان كلا وحيرنا وان سكوتنا وان سكوتنا لكن هذانا وان كلا مشغول وياها دون كقربنا عسكا أيانا كلا حري مركا قفم دنتي سو عرري ما أنتان في صاح اللي ما نسي صاح قبناي ما أنتان كوك عرسنا بلاين وكود مغنى صحابتي ذهب الإمبوس وحان لي يا صحابت عصوب أدبان دين كو حيسني ونوصل دوادة صحابتي مرو حانو لنا هاي دردر قلين تا إن شاء الله وانو بلابي دونا إن هنقف وغانينا إذن كلفت جينو إن أصحابت عن أنت عن نروح لنا وحنا لنا بلي صدقت كل صوت تشانك سبسكرايب لايك يكومنت هيك نروح هنا هذا ما أنت إن شاء الله بإيد من الله وحنا كهل دونا وحوي فرحة إن أنا جاي لو فرحة ضبط بس وك أنا جاي سيسوه الليل هين سوق كاي قدرين عنو عن سهله إن يولا عشان حب اللايف ستايل وشروطه بده شيء وأنا لين هاي إن ولا أنت هاي هم بليو congratulations أنت هاي إن كبدن أيابنا كورة شيننا وحنا كورة شينا وقول وحنا كورة شينا وفرحة وحنا كورة شينا وفر مروعا وحنا كورة شينا وحويا أنت أضمن تهشي إن كبدن إن رنتي والأوجي يوتيوب كحصور قدونا إن شروط أذك إن شروطها أذكنا إن أنتي أيكون قد ساعات كورت علىنا ويكون علي أنتي سيد حب اللايف ستايل كجذبتين ويك جذبتين إن شاء الله بإذن الله ده وردم بصنا حالي هاي إن إنا نبيش عصوت قاعد شيء حرينا أنا قلنا إنه كبر حين دونا شروطها وحنا هرجوا وحير إن وحنا نجارسين كرا أو إن نجسار كرا شروطها هذا جساس عذا نجب حين كرا نوبش ده إذا وعن تد كمان تصدق هذا بقول يا أفرت بقول سبسكرايب كأه تد كجاري أي مان تنن كارسين كرا وحالين هاي دمان أنا يقول لفت جاي يوتيوب صوبان فرتاي وحال رجينا يعني ناد أتكو أكيد دون تان كمان تيجه إمبليس إمبليس لينك كان أيام ندي صار ديك دونا أنا جا إيو ذهب بنا نجا سعر شروطها صدر عشاء هاي وين أنا شروطها نجا لا عرفتان أذن إن إذا كنا والدين مهر علينا إن وانا ندين دعينا وانا نذ كفر أحسن هاي هيس مسود دينه وح قاونانا مسود دينه كل يا تو وعي قلن تاس وح عن وضنا إذا كنا وح ونحسن إن نقول استكتم وانو فرشينا إن مر قلب وح ندين رشينا إن نقول كرب استكتم وح في عن إن إلا وحن هذا ودك أنت بضم حضرك سا أو أي فيوسك بضاي هاي وحن وحي وانا ثنائي وعيد قال انت يا خير كينا والله قابنا يا الله ما تشعلا مركا ان شاء الله باذن الله وحا حتى با دد بدنو في عن او وناغسن وا سو بخين دد كا وناغسن اينا رجينين اينا نو شير كريان ان انا جو حان مر لباد يا مر صدحات ما انت برنامج كانو قبناي فرحته ان لا قيبسنينو ولا شيو ان حب لايف ستايل وحان ولينا هي كونغراتوليشن وحا استاهي شامات هتن أوضيو إن كبرن بكو قرسيلها ون مليون وساعة بكو قرسيلها لكن ده وحنا لا يقعن قرا وأنا كو قرسيه إن شاء الله وسبسكرايب كايجا يلايك تينا وديك هاي ستة لكن إن شاء الله أنا جيت هبة وأنا كبر برتاجن هاي وحنا كو كبر برتاجن هاي يون وحنا أحسن أتصم يسا وح يهال كعد ما أنت هشوا ما أنت هتي قدت كي النجا يوتيوب يدري إنه أي سبب برتاج لهايين أما إيس كان قبلنا هايين ده كمان تعطان كأه 1 مليون كي 40 مليون كي 50 مليون كي كمان أنت مليون هايستا وينو لمت بان نقل لهاي لكن واحد مودين إنه حاسدين سواء مالد أنت بروح على رواي حاسدين لكن حاسدين من هنا كير لا يسبي الله وحيا بقى قارب بين أوجين إن واحد لجهل يو إن واحد لجهل يو
in meel lagu gaaray iyo waxaas maan inoo dhaadhacsanay laakiin ma nihin xaasidiin dadka oo Soomaali dadka bini'aadamka Ilaahay abuurtay dadka ugu wacan baynu nahay marka waxaan leeyahay xubi lifestyle hala gaarsiiyo meel sare xubi lifestyle ha loo kaco xubi lifestyle waxaan jecelahay inta iyo in ka badan in la gaarsiiyo insha Allah biidhnillaah marka weeka waxaan ku soo dhaweynayaa dahabo masha Allah tabaarakallah aad baad u mahadsantahay wallahi waxaan is leeyahay aniga asxaabteyda si aan caadi ahayn baan kugu xiisnay walaashay maasha Allah aniga idin xiisay abaayo maasha Allah janal baa u furan janal bay furatay waxaan rabaa inaan soo gudbin ayadana linkiga idin soo saari doonaa firdous barnaamij online bay soo siidaysaa wacyigelinta keegaaba inta badan waqti ma jiro aniga iska mashquul badanahay laakiin ayada maasha Allah tabaarakallah waa qof aad u dadaalayso waxaan u baahantahay waa idinka waa shacabkeena waa dadkeena waa Soomaa gabdhaheena waa walaalaheen waa wiilasheeni maasha Allah tabaarakallah waxa idin leeyahay abaayo janalkeeda kasoo muuqda insha Allah caawo isbeddel aan ku arko janalka Firdous Tanzani maasha Allah tabaarakallah alxamdulillah waxa aad u wanaagsan horta inaan yani dad faraxsanahay oo aan isku duubanahay isjecelahay dad badan oo Soomaalidu way isjecel yihiin maanta waxaad arkaysaa inay isjecel yihiin qof xanuunsan ayaad arkaysaa ama qof tabaalaysan ama qof danyar ah mar quraata saacada gudahood bay Soomaalidu ugu kacdaa marka wallahi waa dad fiican aan waan ku faraxsanahay Soomaalida aanu ka dhalanay ama abroad aad baan ugu faraxsanahay sharaf bay noo tahay dadka qaar bay raadaan Soomaalidu waa xaasidi Soomaalidu waa qurux Soomaalidu way isxaasidaan isma xaasidna ee waxaan baan inoo bilownayn marka insha Allah waxaanu gaar dad badan hadda waa fahmeen inay fahmi doonaan oo aynantaas xubi lifestyle 100 jeer waxaan leeyahay congratulations maasha Allah waxaan ugu faraxnay sida shuruudaha markaad base-ka horeba aad ka gudubto ku labaad baad u gudbaysaa maanta waxa ay jabisay albaabkii koowaad insha Allah albaabka labaad uu isfuri doona ka saddexaad waad ka gudbi doontaa insha Allah hadaad nooshahay marka maanta waxa ay jabisay oo aanu ku faraxsanay albaabkii koowaad marka waxaanu leenahay hore u soco ha caajisin ha niyad jabin dadkaaga Soomaaliyeed waa dad wacan dadkaaga Soomaaliyeed waa dad jecel inay horumar gaadhaan dadka dad badan maanta Soomaali oo youtuber la ah cid kaloo dhagaysataa ma jirto waa Soomaalida un cidda horumar gaarsiisay waa Soomaali cidda boqolaalka iyo 300 iyo 400 ee maanta ku faanayaan gaarsiisay marka waxaan leeyahay dad wacan baad ka dhalatay haniyo jabin hore u soco marka waxaan leeyahay anaga waa kugu soo dayanaynaa waa kugu dayanaynaa insha Allah bi lifestyle maasha Allah tabaarakallah aad u faraxsanahay farxadeeda lama soo koobi karo maadaama maasha Allah albaabkii koobaad aad jabisay maasha Allah tabaarakallah waxaan ku leenahay ifka guul baan ku rajaynaa aakhirana goob wacan galgalin xareeditaan goobaha dalxiiskayga meesha ugu wacan gololay nasiibka iyo kuma gaba habeenka maasha Allah tabaarakallah intaa yarina waa afar la isku hagaajiyay maasha Allah tabaarakallah ilaahay ha xifdiyo walaasheen maasha Allah tixiyare ku tirisay xabiibti maasha Allah aad baan u faraxsanahay waan kuu hambalyeynayaa waxaan rajaynayaa inaan kuugu hambalyeeyo kunka ee 110,000 biidhnillaah insha Allah insha Allah biidhnillaah intaa iyo in ka badanba waxaan u leenahay waad gaadhi doontaa adiguna ha caajisin horumar fiican iyo dadaal baan ku rajaynaynaa waxaan ku rajaynaynaa xubi lifestyle dadka kalena waxaanu leenahay xubi lifestyle mar iyo labo waxaanu leenahay hala tago hala booqdo barnaamijyo aad u qiimo badan baad ka heli doontaan runtii waxa weeyaan qof qalbi fiican qof jecel in Soomaali horumar wada gaadho waa qof aad loogu dayan karo oo aynu oran karno waxa weeyaan hawlkar iyo codkar labadaba maasha Allah tabaarakallah xubiyay baay macaanto waa kugu soo dayanaynaa dadaal si aan annaga u niyajabintan kale gabar kastoo Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa inay iska fadhinin in maxaa dhihi jiray meel naftaada maxaad ku horumarin kartaa inaad raadiso inaad dadaasho gabar kasta inay dadaasho horumarka gabdhoo kaca annagoo micnihii wax xumaan isameynaynin xumaan wax ku raadinaynin wanaaga aan wax ku raadino qof kasta naftaada ma hormarin kartaa aan isku dayno insha allah biidhnillaahi alkariim gabdhaha walaalaha ah oo aadka aan u jecel waxaa idin leh soo kaca marka insha allah waxaan nahay annagana garabkiina berita markaa noo soo baahatiin waa idiin taagana biidhnillaah marka ilaahay ha idin xifdiyo Soomaali meel kasta ee joogto haddana waxaan leeyahay janalka Firdous insha allah linkiga waa idiin soo saarayaa
waxaan rajaynayaa isbeddel degdeg ah. Inta aniga ugu xiran aan ugu filan in ka badanna waa rajaynaynaa insha allah. Intaasaa ka badanintaa ku xiiseysamarka waxaan leeyahay asxaabta ku xiran dahab oo dhimbalos waxaan idin ka codsanaa waa like subscribe share iyo commenty. waxaan kaloo leenahay hala xasuusto oo hala booqdo xubilaafistay. waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo fi amaanillaah.